أنا نقدم روحي رشاد شلي، عضو المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. بالمناسبة هذه نحب نتقدم بالشكر إلى الغرفة الوطنية النقابية وعلى رأسها السيد أنيس الفقي، ومن خلاله كل المهنيين اللي عملوا هالحدث هذا. نعتبر أن الحدث هذا حدث الحقيقة جاء في وقته، لأنه نعرف اللي تونس تمر مرحلة صعبة جدا خاصة على المستوى الاقتصادي، وهذا الحدث سيعطي دفع إلى تطوير هذه المهنة والدفع الاقتصادي لهذه المهنة. حقيقة التكوين بالنسبة في الاختصاصات لزوبتيسيون اوبتوميتريست هذا اختصاص الحقيقة من الاختصاصات الهامة والاختصاصات التي لاقت استحسان كل العاملين فيها، عليها إقبال كثير لأنه عملية التشغيلية فيها متوفرة. الاختصاص هذايا وقع فيه جدل كبير في السنة الفارطة، والغرفة الوطنية بالتعاون مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة وكل الأطراف تدخلت لفض الإشكال، وسنواصل العمل على فض الإشكاليات المتعلقة وخاصة بتجميد هذا الاختصاص. ونعرف أن تجميد هذا الاختصاص جاء في ظروف معناها غامضة، ولا ندري لماذا معناها اختارت وزارة التعليم العالي تجميد هذا الاختصاص، بالرغم أنه فيه إقبال كبير سواء من الطلبة التونسيين أو من الطلبة الأفارقة. ونعرفوا احنا اللي وحتى الوزارة تعرف أنه الاختصاص هذايا هو اختصاص مطلوب خاصة في البلدان معناها الشقيقة والبلدان الإفريقية، اختصاص معروف في جميع العالم. معناها اليوم معناها نستغربوا معناها كيفاش وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي معناها تدفع إلى تجميد هذا الاختصاص، وقت فما اختصاصات أخرى اللي هي ليست لها تشغيلية وموقعش التجميد متاعها، والاختصاص هذا اللي فيه تشغيلية وفيه إقبال يوقع معناها تمشي في التجميد متاعه. إن شاء الله لن ندخر جهدا معناها كاتحاد تونسي للصناعة والتجارة باش ندافعوا على المهنة هذه وندافعوا على استمرارية المهنة متاعها، سواء كان متعلق بالتكوين أو فيما يتعلق بكراس الشروط أو في محاربة الاقتصاد الموازي اللي يتقعاني منه المهنة منذ سنوات، وهو الحقيقة اللي أضر بالمهنة. ولو كان توجهت وزارة الصحة لمعالجة الاقتصاد الموازي اللي العباد اليوم نشوفه فيهم على الطرقات وعلى معناها يبيعوا في النظارات الطبية ومعناها النظارات معناها اللي ما عندهاش معناها عندها معناها تتوقع بكوارث صحية على المجتمع، كان أجدر بها أن تبحث على حل المشكلة هذاك عوضا أن تجمد اختصاص أو أن تغير في كراس شروط معناها الذي صادقت عليه معناها أكبر المؤسسات العالمية، ومعناها واختصاص معناها ماهوش معناها جاء من عدم، هو جاء من طلبات المهنيين، جاء من تطور المهنة، وجاء من البحث العلمي الذي أوصل المهنة هذه إلى أعلى المراتب.